بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبات السعد أو السعد. نبات السعد أو السعد باختصار هو نبات له عدة فوائد في الطب البديل، ومنها تأخير نمو الشعر الزائد، المشكل الذي يؤرق الكثير من السيدات، وهو يعادل جلسات الليزر في إيقاف نمو الشعر. البعض يسمونه ببذور السكران، موجود عند العطار. شوفي البذور جيدا، تشتريها وتطحنيها على شكل بودرة، تنخليها وتطحنيها على شكل بودرة. هي صعبة الطحن، إذا توفرت مطحونة عند عطار موثوق اشتريها مطحونة لأنها صعبة الطحن. تسمى قلت بذور السكران، هي تعادل جلسات الليزر في إيقاف نمو الشعر. وصفة اليوم التي سأعطيها لكنا هي عبارة عن كريم بزيت السعد وبذور السعد. هذا الكريم راح يفضل معك لمدة طويلة، مش رايحة تضطري انك تعملي في كل مرة تنزعي فيها الشعر وصفة الترمس التي سبق ووضعتها في القناة. هذه الوصفة رايحة تغنيك إن شاء الله عن الوصفات المائية. أولا نحتاج لفازلين، فازلين 2 ملاعق طعام كبيرة من الفازلين، ذوبيه شوي على حمام مائي. ونحتاج ل ملعقتا شاي من زيت نبات السعد أو السعد، هذا هو كما هو مصور على العلبة. ونحتاج لاثنين ملاعق شاي من بودرة بذور السعد، قلت تطحن بشكل ناعم. طريقة عمل هذا الكريم، ناخذ الفازلين 2 ملاعق ونضع عليها اثنين ملاعق من زيت السعد، اثنين ملاعق، بهذا الشكل. ونخلط المكونين مع بعض. ونضيف 2 ملاعق شاي من بودرة نبات السعد. ونخلط. ونتحصل على هذا الكريم الرهيب، قلت يعادل جلسات الليزر في إيقاف نمو الشعر، وتم تجربته على عدة حالات ونجح في إيقاف نمو الشعر تدريجيا. طريقة استخدامه، بعد استخدام أي طريقة لنزع الشعر تناسبك أنت من الجذور، استخدميه بعد نزع الشعر. دلكي هذا الكريم على المناطق إزالة الشعر بأي مكان بجسمك، الوجه، الذقن، على الإبط، المناطق الحساسة، كل المناطق اللي تزيلي منها الشعر من الجذور دلكي هذا الكريم لثلاث مرات في اليوم، مثلا الصباح وبعد العصر وفي الليل قبل النوم. استمري على عمل هذا الكريم بعد نزع الشعر لمدة 10 أيام متتالية لغاية الشهر القادم بعد نزع الشعر، ورايحة تلاحظي من أول استخدام أن نمو الشعر ابتدأ يخف تدريجيا إلى أن تنتهي مشكلة الشعر عندك. نبات السعد هذا رائع جدا وعن تجربة،
إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم طبعا، وهي عن نبات السعد الغني عن التعريف، كما قلت يسمى ببذور السكران. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد مفيد مني. شاركوا هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.